ما الدراهم لو جلست على حالة يا عوض بتروح والناس بياكلونها عليك. طيب وش السوات يا ابن حلال؟ وش انا قدر اوصل للناس؟ وش تريني في الناس انا؟ عندي لك عندي خطة فنانة ومشروع فنان. والله مصنع كليجة. مصنع كليجة؟ هذه اللي طلعت مهند؟ حلال مصنع كليجة عجوزتين طال عمرك تجيبهم يسوون لك في اليوم 20 تنك، وش اللي مصنع؟ يا عوض العجز ذا موال قديم، انا اقول لك مصنع. مصنع ونصنع ونورد ونودي برا والمكسب بيصير دبل. انت عليك راس المال وانا علي المخ التجاري. وشف الظلم الله ما احبه. اي والله. وانت قريب. صادق. عشان كذا المكسب بنخليه بالنصيفه 50-50. 50-50؟ اي. يعني النص بالنص. يا اخي بس ما تحس انها ظلم عليك ذي انك خليت النص بالنص؟ جور عليك ذا. لا انت قريب واعتبرها دفعت بلا. دفعت بلا. خلصت قهوتك باقي فيها شيء؟ باقي رشفه. رشفه؟ ارشفها الحين وشوف. عدل شماغك. كذا اوكي. اقضب الباب. 50-50. يلا يلا يلا. ايش ذا العالم اللي تغيرت كل اللي بيجي ياخذ درامي يعني.